ريس اليوم كان لك كلام وتأثرت كتير خلال الكلام عن هول ما جرى بالأمس. كنت أعلنت الأول من أعلن أن بيروت مدينة منكوبة، ماذا تستطيع أن تقول اليوم بعد تكشف حجم الدمار، حجم الخسائر البشرية وحجم ما يحصل في بيروت اليوم؟ قلنا أن بيروت مدينة منكوبة، لمن شفت أول مرة نزلت على مكان الانفجار وشفت هوله وكانت الدنيا ظلام وكانت النار لا تزال والعة، بس اليوم لما وعيت الصبح ومشيت بشوارع بيروت وتفقدت الشوارع والأماكن وتفقدت الأهالي، عرفت أنه النكبة كانت أكبر من ما كنا نتصور والمصيبة أكبر من اللي شفناه بالأمس. وكل يوم عن يوم عم بيمرق، كل يوم عم نتأكد أنه المشكلة أكبر من ما كنا نحن معتقدين. المشكلة هي مشكلة بالبنية التحتية كتير كبيرة، ضرر كبير بالأملاك العامة والخاصة، دمار أكثر من نصف مساحة بيروت، تهجير آلاف المواطنين اللبنانيين من منازلهم. مثل ما بتشوفي ما بقى في مبنى إلا ما تضرر، يعني حتى مبنى المحافظة كنا عم نشتغل فيه نعمل على إصلاحه منذ الصباح، بعد لا نوافذ ما في شيء. هذا بيشبه بيوت معظم البيروتيين اللي تعذبوا وتألموا كتير، وكمان بعدنا بهول الصدمة نتيجة فقداننا جزء من عناصرنا الذين قضوا شهداء الواجب هن وعم بيطفوا الحريق، لا نزال حتى الآن عاجزين عن إيجاد جثثهم بين الأنقاض، ولا نزال بحاجة إلى يوم أو يومين حتى نتثبت من عدد الشهداء وحتى نستطيع تضميد جراح المواطنين الجرحى. رئيس اليوم في يعني حتى ما نقول تقاذف مسؤوليات، ولكن كل فريق يرمي بالمسؤولية على الفريق الآخر. هناك كمية من المواد الشديدة الانفجار كانت قنبلة موقوتة موجودة بمرفأ بيروت إلى جانب المناطق المأهولة بالسكان. من يتحمل مسؤولية ما جرى؟ يعني سمعنا كان في مجلس وزراء وكأنه لا مسؤولية على أحد، لا استقالات، وكأن لا أحد من الدولة اللبنانية يريد أن يتحمل مسؤوليات ما جرى. امبارح حضرنا اجتماع المجلس الأعلى بحضور معظم الوزراء الأساسيين في الحكومة، فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومحافظ مدينة بيروت. تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأعطيت هذه اللجنة مهلة 5 أيام لصدور نتائجها. أنا بعتقد أنه 5 أيام كانت مهلة كثيرة، وكان الأجدى أنه الناس ما فيها تنتظر، وممكن الوضع على الأرض يسبقنا بقى. يعني الله يكون بعون الناس والله يحمي هالبلد. رئيس بعد عندي سؤال، هل هناك تقدير لحجم الخسائر التي طالت بيروت من المرفأ إلى باقي المناطق؟ ونحن نعلم كم صعب أن يتم التعويض على كل الناس الذين تضررت منازلهم وتضررت أملاكهم وأيضا فقدوا أحباء وأقرباء لألهم. حجم الخسائر كل يوم يمر ويتبين لنا حجم الكارثة، وأنه الخسائر كانت أكبر بكثير مما نحن نتوقع. بجولة أولية لإلي مع مهندسين البلدية هذا الصباح قدرنا الخسائر بين 3 مليارات و5 مليارات دولار، ولكن بعد كمان تقديرات مسائية وجولة وتكشف مزيد من الأضرار بعتقد أنه هذا الرقم هو كثير متواضع حد أمام الأضرار المباشرة. أما بالنسبة للأضرار غير المباشرة فهي أكبر من هيك بكتير، وقد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. كمان عندك خطر كبير أنه تصعب الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني نتيجة توقف بور بيروت، وبالتالي صعوبة الاستيراد من الخارج. ومثل ما بتعرفوا أنه نحن بلد مستورد، وهذا قد يزيد من صعوبة الوضع في لبنان إضافة لأزمتي الكورونا
والأزمة الاقتصادية وشح الدولار. والحقيقة الوضع كتير صعب وإن لم نقل كارثي، ولكن أدعو اللبنانيين أن يتعاضدوا، أنه يكونوا يد وحدة، وأنه يتركوا الخلافات السياسية جانباً.